للمزيد من التحليل والتوضيح ينضم إلينا من العاصمة اليابانية طوكيو عبر زوم الدكتور ساتورو ناغاو، زميل باحث بمعهد هاتسون، ومن العاصمة الكورية الجنوبية سول السيد غامي تشونغ، الصحفي ومراسل موقع نافال نيوز. أهلا بكما معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. دعوني أبدأ في البداية مع دكتور ساتورو، ضيفي من طوكيو. سيد ساتورو، كيف ستتعامل طوكيو الآن مع محاولات التقارب من جهة كوريا الجنوبية؟ حسنا، هذه الخطوة مرحب بها تماما، وطالما كنا ننتظر فرصة لتعزيز العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، والتي اتسمت بالتدهور على مدار الفترة الماضية، في هذا الوقت سوف تكون أحدى أنواع العودة إلى العلاقات الطيبة. ولكن في نفس الوقت في حالة اليابان نحن لدينا بعض المخاوف، ولكن نتمنى أن يكون هناك تحسن في العلاقات مستقبلا. فهذه الخطوة لا يراها الكثير أنها خطوة طموحة أو خطوة تفاؤل. هناك الكثير من التهديدات بالطبع من الجانب الصيني وروسيا وكوريا الشمالية، فبالتالي هذا هو السبب الرئيسي لدعم العلاقات، والموقف يتطلب دعم العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان والتعاون بينهم. هذا هو ما نتوقعه. نعم، أتحول الآن إلى ضيفي في سول السيد غامي. زيارة للرئيس الكوري الجنوبي لليابان بعد خطوات من جانبه لحل قضايا تاريخية بين طوكيو وسول، لماذا في هذا التوقيت جاءت هذه الزيارة وهذا النوع الجديد من التقارب؟ حسنا، هذا سؤال رائع. أود أن أفكر في سببين على المستوى الاستراتيجي. السبب الأول من وجهة نظري هو التوترات والموقف الذي يتسم به كثير من التهديدات في المنطقة، فبالتالي إن العلاقات التعاونية وتعهد، أقصد المعاهدة التي عقدت في العام الماضي بين عدد من الدول، وبالنسبة لهذا قائد الحزب الجديد الذي يدعم الرئيس خلال فترة الرئاسة، الرئيس يعلم الآن أن الحزب الحاكم سوف يقف بجانبه، واتخذ الرئيس خطوة هامة واستعادة العلاقات الدبلوماسية بين سول وطوكيو. نعم، بالتالي بالنسبة لما حدث معنا سيد غامي وسيد ساتورو، سنعود إليكم في يعني بعد قليل. الآن نذهب إلى كلمة السيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونعود ونستكمل حوارنا مرة أخرى. في مجال البناء والقطاع الصحي، ويتم افتتاح الكثير من المدارس ورياد الأطفال الجديدة. وتم افتتاح دوائر جديدة وبلغت 1136 مقعدا تعليميا جديدا. وطبعا نحن ندرس كل الخيارات الممكنة لزيادة وتنمية وازدهار مختلف القطاعات، وطبعا لن نتوانى عن وضع كل الإمكانيات المادية في سبيل التنمية والاستثمار من أجل تأمين فرص العمل ولتأمين احتياجات قطاعات الأعمال الكبرى. وكما قلت، في هذا المجال لقد فعلنا أشياء كثيرة، وفي جمهورية القرم تم افتتاح 250 مشروعا خاصا وعاما، كما تم وضع مبلغ إجمالي قدره 450 مليار روبل، وعلينا أيضا وضع آليات حكومية وآليات للتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال، وحسب التقييمات ونتائج العمل في الأعوام الماضية.
تم رفع الفائدة بكل المشاريع من روبل إلى 3 روبلات. وهذا استثمار يمكن أن يؤثر بشكل أساسي على المدى البعيد. Рядом со мной директор образовательного центра Бухта Казачья Татьяна Владимировна Донцова. Вот буквально недавно закончился. وبالأخص احتياجات تلبية احتياجات السكان تلبية احتياجات رجال الأعمال معاً. Уважаемые коллеги, эти 9 زملائي المحترمون. Прошлый год показали, что вместе мы способны. 9 سنوات الماضية. إذا مشاهدينا. Корпус учебный. هذا جزء من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث تم الحديث حول الاستثمارات في جمهورية القرم. تم افتتاح 250 مشروعا بين الحكومة والقطاع الخاص، مشروعات خاصة وعامة بتكلفة قدرت ب 450 مليار روبل. وتم أيضا وضع آليات للتعاون ما بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وتم رفع أيضا الفائدة لكل مشروعات من روبل إلى 3 روبلات. وهذا الاستثمار يشكل دور مهم وأساسي على المدى البعيد هناك. نستكمل مع حضراتكم الآن هذه الحلقة من العالم شرقك، ونعود مرة أخرى لضيوفي في العاصمة اليمنية من طوكيو عبر زوم، الدكتور ساتورو ناغاو زميل باحث بمعهد هاتسون، وأيضا من العاصمة الكورية الجنوبية سول السيد جامي تشانغ الصحفي ومراسل موقع نافال نيوز. أهلا بكم معنا مرة أخرى. سعود للحديث مرة أخرى الدكتور ساتورو ضيفي من طوكيو. سيد ساتورو، معظم الخلافات بين طوكيو، كنا نتحدث عن هذه النقطة، وسول ترتبط بقضايا تاريخية. إذا يعني ما الضامن في عدم عودة مثل هذه الخلافات مرة أخرى؟ من جانب اليابان، نحن على قناعة أن هذا البرنامج كان هناك له أصول في الماضي، وهذه المشكلات وهذه النزاعات تسببت فيها العلاقات السياسية في كوريا الجنوبية، وكيف يتعاملون مع الجانب الياباني في الحكومة اليابانية. وكان هناك شعار يدعو إلى اضطهاد اليابان في السابق، ولهذا لابد من تخطي هذه العقبات، ولابد من إزالة كل الخلافات والوقف عن انتقاد اليابان. هذا هو مفهوم اليابان، ولهذا السبب لا نتفائل في مستقبلا فيما يخص العلاقة بين كوريا واليابان، ولكن في نفس الوقت اليابانيين يتفهمون تماما الموقف الجيوسياسي والتهديدات الصادرة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية. لابد أن ندعم التعاون مع بعضنا البعض. كوريا الجنوبية يمكن أن تكون شريكا لنا، وهذا هو مفهوم اليابان تجاه هذه العلاقات وهذه الخطوات الجديدة، ولكننا لسنا متفائلون لأن الحكومة كوريا الجنوبية خفضت شعبيتها لدى اليابان وقدراتها المفتوحة أمام اليابان، وبدأوا انتقاد اليابان مرة أخرى، فبالتالي يمكن أن تتسم هذه العلاقات بالتوتر. ولكن في نفس الوقت نتمنى تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، فبناء على ذلك هذا هو المفهوم الياباني تجاه هذا الشأن. نعم، طيب، لكن يعني هذا على مستوى الشعبي، يعني هو هناك أيضا كثير من استطلاعات رأي قالت يعني وأكدت ما قاله دكتور ساتورو. لكن بالعودة للسيد جامي ضيفي من سول، بعد هذه الخطوات على مستوى الدبلوماسي والسياسي، ماذا تنتظر سول من طوكيو فيما يتعلق بالجوانب الأمنية، خاصة بعد إعادة تطبيع اتفاق تبادل المعلومات العسكرية، وأيضا في مواجهة يعني الأخطار المحدقة بالمنطقة خاصة من كوريا الشمالية وبرنامجها النووي؟ So
حسنا، أعتقد أن سول وطوكيو سوف يكون هناك دعم للقدرات باستخدام الغواصات والقدرات البحرية التعاونية والتشاركية بين كوريا واليابان لمشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة مثل إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية وإرسال صور لهذه الصواريخ ومراقبة الموقف في تلك المنطقة. وبالتالي كوريا الجنوبية لديها 16 طائرة يمكن استخدامهم في تنفيذ دوريات بحرية. اليابان لديها أكثر من 100 طائرة بحرية، وبالتالي يمكن لليابان متابعة الأعمال والأنشطة الصادرة من جانب كوريا الشمالية في البحر. فبالتالي في حقيقة الأمر خلال الأسبوع القادم هناك تدريب ثلاثي بين سول وطوكيو وواشنطن لاستكشاف التهديدات في البحر المتاخم في البحر الآسيوي. ومنذ أن كوريا الشمالية تقوم بتنفيذ إطلاق وتجارب للصواريخ البالستية يمكن دحض هذه التهديدات من خلال مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين اليابان وكوريا الجنوبية والقدرة على اكتشاف إطلاق الصواريخ بكل سهولة، وأعتقد أن هذا هو الطريق إلى المستقبل. نعم دكتور ساتورو، ضيفي من طوكيو، على ذكر الطريق إلى المستقبل وذكر ما يعني أشرت إليه منذ قليل على أن هناك توترات في الشارع في كوريا الجنوبية، وهناك يبدو أن سيكون هناك توترات على المستوى الشعبي في الوقت القادم، لكن لذلك يتحدث البعض عن وجوب إعادة النظر في اتفاق تطبيع العلاقات الموقع بين طوكيو وسول سنة 95. كيف تنظر اليابان إلى هذا الأمر؟ بالطبع إن مفهوم وجهة نظر اليابان بشأن التعاون المستقبلي كما شرحت من قبل إجابة على السؤال الأخير، ولكن نفس الوقت لأن بسبب الموقف الجيوسياسي الذي تدهور في الفترة الأخيرة مثل العدوان الروسي على أوكرانيا بسبب هذه الحرب، روسيا والصين يتسببون في التوترات في الموقف وفي المنطقة. وفي هذا الشأن اليابان وكوريا الجنوبية يواجهون ثلاثة تهديدات في نفس الوقت، الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وبذلك وبناء على هذا الموقف الخطير لابد أن يكون هناك علاقات تعاون وتطبيع للعلاقات لمواجهة التهديدات بشكل مشترك. فيما يتعلق بتايوان نحن نرغب في دعم تايوان، بناء على ذلك لابد من التعاون معا، نحن نتفهم هذا تماما وأهمية التعاون. لابد من التعاون من كوريا الجنوبية في الحقيقة ودعم تايوان والفلبين وعدد من الدول الأخرى في منطقة الهادئ مثل أستراليا والتعاون مع الولايات المتحدة، لابد من دعم هذه العلاقات التعاونية. ولهذا السبب الموقف والمتطلبات الأمنية تغيرت في المنطقة وتغيرت السياسات، فلابد من تخطي الخلافات التاريخية، لابد أن نركز على المشاكل الأمنية. نعم، على ذكر المشاكل الأمنية سيد جامي من سول، كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى صباح اليوم والقمة الكورية الجنوبية اليابانية، كيف ستتعامل كل من طوكيو وسول على مواجهة كوريا الشمالية من وجهة نظر بعد حل القضايا الخلافية فيما بينهما؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. كما ذكرنا في المنطقة الآسيا التي تتسم بالتوترات وعدم الاستقرار على المنحى السياسي بسبب إطلاق الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية، أعتقد أننا في حاجة إلى دعم العلاقات مع اليابان لدعم المشاغل الأمنية. فبالتالي كلا الطرفين حاليا يتفهمون تماما أن كوريا الشمالية يمكنها تنفيذ أو إطلاق صواريخ باليستية في أي وقت ممكن، وكما ذكر في المنصات الإعلامية الأمر فعلا خطير. وبالتالي
كوريا الجنوبية واليابان حلفاء أقوياء للولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد من دعم هذا الاتجاه لفرض عقوبات على كوريا الشمالية التي تبقى لميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال استخدام والتعاون مع القوات الأمريكية في أسوأ الحالات التي يمكن أن تحدث في هذه المنطقة محل الاهتمام. ربما يكون ربما نتوقع أي إطلاق آخر للصواريخ الباليستية أو حتى إطلاق أي صواريخ نووية، هذا الأمر محتمل من جانب كوريا الشمالية. الأمر كذلك يستحق أن نذكر أن كوريا الشمالية يمكنها تنفيذ تدريبات نووية، وفي النهاية يمكن هذا ينطبق على اليابان، يمكن أن لأن اليابان حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية. الأمر لا يعني بالضرورة أن كلا الدولتين لديهما قدرات نووية، ولكن لابد أن يكون هناك قوة ردع أمام كوريا الشمالية لعدم تنفيذ أي تدريبات نووية تهديدا لسيادة أي دول مثل طوكيو أو سول أو واشنطن. نعم، أعود مرة أخرى إلى طوكيو. دكتور ساتورو، إلى أي مدى سيؤثر هذا التعاون بين اليابان وسول فيما يخص أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو ما يعرف بالإندو باسيفيك؟ يعني بالتأكيد لابد أن يكون هناك تنسيق فيما يخص هذا الموضوع. في منطقة الإندو باسيفيك نحن في حاجة إلى التعامل مع الصين ومواجهة التهديدات الصينية، ولكن في نفس الوقت إذا كانت كوريا الشمالية من المتوقع أن تطلق الكثير والكثير من الصواريخ الباليستية، لابد من التعامل مع هذا الموقف كذلك. ليس الصين ولا كوريا الشمالية ليس لنا تحالف معهم، ولكن في نفس الوقت في حالة تدهور العلاقات اليابان ومع علاقاتها الجديدة مع كوريا الجنوبية يمكنها دعم الموقف الأمني ودعم كل منهما الآخر، وكذلك من خلال التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدعم مباشرة كوريا الجنوبية. هذا المزيج من التعاون لابد أن يكون هو القرار الحاسم عند التعامل مع كوريا الشمالية. إذا استمرت الصين وكوريا الشمالية في إصدار المزيد من التهديدات في هذه الحالة، اليابان لابد أن تتعامل مع تايوان في هذه الحالة. بالطبع الصين لديها مطامع في تايوان. في هذه الحالة نحن نواجه تهديدات المزيد من التهديدات وممكن الأزمات. في هذه الحالة تعتمد اليابان على كوريا الجنوبية، وكوريا الجنوبية تتعامل مع كوريا الشمالية ومواجهة تهديداتها فيما يتعلق بقضية تايوان. فبالتالي الولايات المتحدة موجودة بالفعل في المنطقة، نحن نحاول دعم هذا التعاون لمعالجة الموقف في حالة تحسبا لأي تدهور في الموقف الأمني. ولهذا السبب الموقف الأمني بشكل عام في الإندو باسيفيك خطير جدا. نعم، يعني دعني أسأل نفس السؤال للسيد ساتورو، كيف يمكن أن يكون التعامل مع والتعاون مع اليابان فيما يخص الإندو باسيفيك وتنامي وصعود ونفوذ الصين في المنطقة؟ كده أن التعاون بين كوريا واليابان له أهمية كبيرة، لأن كلا الدولتين حلفاء أقوياء للولايات المتحدة الأمريكية. هاتين الدولتين تدعمان تماما كل المساعي الأمريكية فيما يتعلق بالموقف في الإندو باسيفيك وسياساته. من خلال اشتراك في هذه السياسات كدولة شريك يمكن أن يكون ذلك بمثابة
ردع للصين، ويمكن أن تستعد الصين من جانبها من خلال التحالف مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، ربما تكون هناك بعض الفرص مستقبلا. نعم دكتور ساتورو، يعني هذا التقارب وهذه العلاقات المتنامية الآن يعني مع سول، هل يمكن أن تلقي بظلالها على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ نعم بالطبع، إن العدوان الروسي على أوكرانيا يؤثر على الموقف بشكل عام في منطقة الشمال الشرقي، لأن روسيا تظهر قوتها وتعتمد على الصين اعتمادا كبيرا، فبالتالي الصين تسبب المزيد من التهديدات. لابد أن يكون هناك تحالف قوي ليقف بمثابة أداء رادعة، لابد من مواجهة هذه التهديدات. هذا هو الموقف الجديد عالميا. في الماضي الصين وروسيا كانوا تهديداتهما بشكل مختلف، ولكن الآن يعتبر تهديدا واحدا، لأن هناك تعاون كبير وهائل بين روسيا والصين. على سبيل المثال روسيا والصين يتمحورون نعم. حول اليابان. نعم وصلت الفكرة، وعذرا على المقاطعة، من العاصمة اليابانية طوكيو عبر زوم الدكتور ساتورو ناغا وزميل باحث بعد هاتسون من العاصمة الكورية الجنوبية سول السيد جامي تشانغ الصحفي ومراسل موقع نافال نيوز.